عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بألف خير. نتمنى تكونوا كاملين بكم على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد التحليه رائعه لهذا الموسم ديال الصيف، تحليه بالمانغ. كنحتاج فيها واحد المانغا او لا اثنين حسب نتوما الكميه اللي بغيتوا ديروا. انا بالنسبه كميه قليله غادي ندير غير مانغا واحده، وبالنسبه اللي عنده العائله كبيره يدير جوج او ثلاثه المانغات ويضاعف الكميه اللي هنايا. اذا شنو كنحتاج بالضروره؟ كنحتاج واحد المانغا تكون كبيره وطيبه، وعندي كاس نص كاس ديال السكر كلاصي، وعندي عصير حامضه، وعندي القشده الطريه البنات، عندي 300 غرام ديال القشده الطريه، وعندي الجبن ماسكاربون. عندي هنايا فيه 250 غرام رابعه، خصو يكون بارد. وعندي لي فيغين فين غادي ندير التحليه ديالي، نتوما تختاروا لي فيغين اللي بغيتوا. انا بغيت ندير هاد لي فيغين صغارين باش يكون يعني بنادم اللي ياخذها ياخذها غير قليله ما ناخذوش بزاف ديال السكريات ديال الدهنيات، ماشي السكريات. المهم ما علينا، وخصنا لو بول فاش غادي نخدمو، والاناء فاش غادي نطيبو المانغا ديالنا. يلا ها نتوما معايا، غادي نقشرو اولا المانغ ونقطعوه قطع صغيره وغنطحنوه مع شويه ديال الماء وغادي نديروه يطيب. اوكي يلا ها نتوما معايا البنات، بغيت نوريكم كي غادي نديرو نقشرو المانغا. من بعد ما كنقطعوها وكنحيدو العلف ديالها، العلفه اللي كتكون فيها، واحد الطريقه سهله البنات باش يمكن لك كتاخدي كاس وكتحطي، شوفوا ها شوفوا كي درت لها، وكتبقاي تبركي وكتبقى تحيد كامله. ها نتوما كامله كتحيد وكتبقاي تحيديها غير بشويه، ها شوف كتقلع كامله غير في الكاس. هذه واحد الطريقه جد فعاله البنات باش تنقيو المانغو ديالكم. فوالا شفتوا ما كيبقى فيه حتى حاجه غير القشره. ها شفتوا البنات قشرتو بخير. يلا غادي نكمل هاد جوج طرفه اللي باقيه وانتم معايا البنات. دابا غادي نطحن المانغ، قطعته هنايا كامل. عرفتكم الطريقه كي ديروا تقشروه كيجي ساهل بسيط وكتحافظي على المانغا ديالك كامله من بعد ما كتحيدي لها العلفه عندها كتنساو والجبن ديالي انا خويته هنايا البنات، غادي ندير عليه السكر وغادي نطحنو هنايا نباطيه. دابا غادي نباطي المانغا، راني زدتلو شويه د الماء البنات، ماشي نصيص كاس. بلا ما نصدعكم هانتوما معايا. بالنسبه للبنات هاد البوغي ديال المانغا حيت كطيب كتولي بحال هكا شي جوج دقائق ولا ثلاثه دقائق، كتغلي تبدا تبقى باقي شويه كنطفيو عليها شي حتى كتولي لكم هكذا، كتشوفوا القوام كي راه داير قاصح كتعقد. صافي نخليوها تبرد ومن بعد نبداو. دابا كنخدموا الجبن ديالنا مع السكر. يلا حبيباتي هانتوما معايا البنات، راني كنت دايره هادو في الكونجيلاتور، هاد القضبان ديال هاد ديال الماكينه تلجو شويش. دابا غادي نخوي السكر كامل على هاد الجبن وغادي نخدمو. بسم الله نبدا غير بسم الله. Thank you.
غادي نخدموه مزيان البنات، وديك الساعه نرجع لكم اوكي باش ما نصدعكمش بزاف. دابا البنات غادي نخلطوه مع المانك. خليت شويه البنات هنا باش نديرو ديكوري به ونديرو في الوسط، نحط طبقه في الوسط وهذا كنبقاو نديروه غير بشويه علينا، كنخدموه مزيان مع داك الجبن، كنزيدو شويه بشويه بشويه. من بعد ما بردنا شويه شتو كتجي كريمه زوينه. غادي نكمل هادشي اللي باقي هنا كامل كامل نكملو. صافي انهيت، دابا نكمل الخوط هذا، نخلط مزيان تندخل ديك الكريمه ديال المان كامل مع الجبن. كنكون وضعت الكريم القشده الطريه في الثلاجه في الكونجيلاتور تبرد مزيان مع دوك سميتهم باش كنباطيف ديال الاله، حتى هما كنديرهم في الثلاجه باش يبردوا مزيان. صافي البنات ها هو تخبط مزيان، تخلط مزيان المانك مع الجبن والسكر كيجي غزال، نقولكمش على المذاق، كيجي كريموسو يعني كريمي، كيجي كريمي شفتوا هالقوام ديالو تشوفوه مزيان. كيجي ها كريمي. صافي البنات دابا غادي نخليه يرتاح هذا، وغادي نخدم الكريمه ديالي، نخرجها من الكونجيلاتور وغادي نخدمها نطلعها. اذا ها انتما معايا دابا البنات، جبت الكريمه من الكونجيلاتور زدت لها واحد المعلقه حيت جاتني هذيك مسوسه بزاف، زدت معلقه ديال السكر هنايا كلاصي، ودابا غادي نخدمها باش تولي كريمه. نوقفها بلا ما نسجد نصدعكم بزاف، وانتم معايا نرجع لكم حبيباتي. ودابا البنات هاني وقفتها مزيان، ها انتم شوفوا، غير تشوفوها دارت هكاك المنقر عرفوها بركه عليها لا كريم فريش. غير انفوا تهزيها من سميتو من البول ودير لك داك المنقر هكذاك ما طيحش، صافي راها بيان في. اذا دابا غادي نشركوها مع هاد اللي درنا قبيله مع المانجو والجبن، وها انتم معايا. دابا حبيباتي غادي نشركوا الكريمه ديالنا، نشركوا الكريمه ديالنا مع المانجو والفرماج. صدقوني البنات راه كيجي واحد التحليه، ما غاديش نقول لكم المذاق ديالها كيف عامل. المهم حتى تجربوها
وعاد ردوا عليا الخبار. انا بغيت نلقى شي دي كومونتير جربتوا الوصفات، وصفه من الوصفات ديالي، وكي جاتكم؟ اذا نحاول نخلط مزيان البنات بشويه بشويه بشويه، ندخل ديك الكريمه الكشده مع الجبن والاخر. صدقوني البنات راه كتجي رائعه بزاف. دابا هذه غادي ناكل فيها غناكل فيها اسبوع وندوق اختي. ضروري نعطيها لابار ديالها تكون كتسمع فيا. حتى هي كتخلي لي حقي، من كلشي كتخلي لي حقي، ضروري نخلي لها حتى هي حقها. هكذا بنادم يدير الا ما كنتيش تعرضي العائله بعدا وصلي لهم حقهم. انا اختي جارتي البنات سكن حدايا، ضروري اللي دارت هي كتذوقني واللي درت انا كنذوقها. واش بعد المرات كنطيبو شي نهار غادي ندير لكم واحد الفيديو عندها، راه هي تبارك الله عليها في الطياب، اخت الكبيره ديالي الام الثانيه. كنقول لها دائما انت امي الثانيه، يا كلشي الصراحه منقذاتي. هي منقذاتي في كلشي الصراحه، ربي يطولها العمر. هذا المنبر كنحييها بزاف حيت عزيزه عليا بزاف البنات، انا كنقولها علانيه. كنشارككم حتى نتوما حبيباتي بالمشاعر ديالي تجاه العائله. اوب الله يهديك، تبقاش يطير علينا الله يهديك. يا هاد الكريمه شتو كي جات البنات، كريمي 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 كريمي، غزاله 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 غزاله. تتاكلوها كيف تجربوها البنات ردوا عليا الخبار. كيقول خبر الوالا يجيبوه التوالا. عندها كنت نساو كنصحكم هذه حيت كون تكون شي مناسبه شي عرضه، راه هذا تحليه بريستيج زعما، راه كت لا في المنظر ديالها تقدو ديروها في دابا بارك عليها. شو كي راه القوام ديالها اصلا ما دخلت الثلاجه غتولي قاصحه بحال شكل الفلان، بحال شكل ديال لادو يعني كتقصح تولي غزاله. دابا غادي نعدلها في لي فيغين، ولا ما قدونيش دوك لي فيغين غنجيب ديك الساعه الكيسان ديال الدجاج كبارين. انا درت غير ربعه ربعه صدقت تسلع عندي كتاخد كدير. اوكي حبيباتي يلاه نعمرو دابا لي فيغين ديالنا، غادي نعمر قدامكم لا بروميير فيغين وتشوفوا الطريقه كي غادي ندير ليها البنات. وديك الساعه ديك الساعه ديروا بحالها كنديروا لا فاز الاولانيه بهاد الكريمه، من بعد غادي نجيب معلقه اخرى وغادي نجيب ديك لا بوربا ديال المنق اللي خليتها البنات. شتو كي راه كيقصاح كندير واحد المعلقه، ها معلقه هكذا شتو البنات فوالا. دابا نزيد عليها عاوتاني معلقه اخرى وهكذا حتى نسالي لي فيغين ديالي كاملين. شو دابا راها بدات كتقصح شفتوها، ومن بعد هانتوما تشوفوا شنو غادي ندير ليها. كناخذوا معلقه صغيره كنعدلوا لها السيرفاس تاع الفوقانيه مزيان، يعني داكشي يكون بيان فيني باش يجيكم الديكور زوين. عطيو وقتو من بعد غادي نهز قطيرات ديال مانجو.
هانتوما ندير هنا قطيره وغادي ندير هنا قطيره نعاون بيدي لانه هو قصح وهنا قطيره صافي غادي نشد هكا الكوردون وغادي نبقى ندير اشكال شتوها هكذا شتوها كي جات مزوقه صافي غادي نصفيها وهكذا حتى ننتهي كاع لي فيغين ديالي ونرجع معكم يلا حبيباتي وها هما لي فيرين ديالنا البنات من بعد دابا ما ساليتهم غادي ندخلهم للتلاجة هانتوما البنات شوفوا اذا داروا ليا 10 ديال لي فيغين واحد شويه اللي شاطلي منهم صافي غادي ندخلهم للتلاجة ومن بعد نوريكم كي كيجي يلا حبيباتي هانتوما معايا وها هي حبيباتي التحليه ديالنا جد رائعه بنينه غزاله كتحمر الوجه شوفوا ما كطيح ما والو يعني قاصحه كتقصح غير اون فوا كتدخل للثلاجه كتقصح وانا ديجا دقت وحده كليت واحد جوج معلقات حمقاتني البنات وكتجي كريمي كتجي كريمي البنات ما غاديش ندمو عليها لانها بنينه بزاف ولذيذه وكنت نسيت البنات ما وريتكمش بان داك العصير الحامض كنديرو من بعد ما كنضيف الكريمه ديال المانك مع داك الجبن ومع السكر من بعد ما كنخلطو وكنكب فيه داك المانك اللي غليتو كنزيد كنكمل نخلط التخليطه كنزيد حتى داك العصير الحامض وكنخلطو حتى هو نسيت ما قلتها لكمش صافي وكنخلطوه مع داك الكريمه بعد ما كنضربوها كيف وريتكم وكديريها في لي فيغين ديالك ولا ديريها في دوك الكيسان ديال الدجاج نتي وشنو بغيتي فاش تحطيها تقدميها يلا حبيباتي مع السلامة.